عاملين دايت او مش عاملين، عايزين تاكلوا صحي او مش عاوزين، الخبز ده هيرضي كل الاذواق. سريع ومشبع ولذيذ جدا، واحلى حاجه ان هو ما فيهوش اي نوع من انواع الدقيق، وكمان فري جلوتين، وفي بروتين، وفي زنك، وفي حديد، وفوسفور، بيعزز المناعه وكمان بيقاوم الخلايا السرطانيه. النهارده ان شاء الله هعمل لكم خبز العدس، حاجه كده خطيره ولذيذه وطعمه جماعه مش قادره اوصف لكم. مفيش عدس بقى، يعني انا المره دي عامله بطريقه دي، طعم العدس مش باين خالص. يصلح للكيتو، ويصلح لمرضى السكر، ويصلح لكل انواع الدايت. مفيش بقى لا بيض ولا في حليب ولا في عجن، ولا هلمس اصلا العجينه عشان تطلع معايا المنظر القمر ده. بصوا جماله، بصوا مجوف من جوه ازاي، بجد خطير، من غير خميره كمان ومن غير بيكنج باودر. وطبعا يصلح لاولادنا ان هم ياخدوه معاهم المدرسه بدل الخبز الغير صحي. اعملوا لايك ويلا بينا على المقادير حالا. هنقول بسم الله وهنبدا كده مع بعضينا على طول، وهنعرف المقادير خلال الحلقه. هاخد كوبايه ونص من العدس الاصفر او العدس الاحمر حسب ما انتم بتسموه، كوبايه ونص، كوبايه بقى معياريه، كوبايه ازاز مش مشكله، تمام، يعني في حدود 150 جرام. هاخدها وانقعها يعني من ساعتين لثلاث ساعات بالكتير في المية. طبعا دي فوائد العدس، ما احنا شايفين كده قدامنا، وكمان سعراته. خلاص دي شكلها بعد حوالي 3 ساعات او 4 ساعات، الحباية كده فرشت كده وبقت حلوة كده، خلاص هو العدس جاهز معايا. طبعا غيرت له المية كذا مرة وغسلته ونشفته كويس قوي 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 من المية. هخش بقى كده على البلندر على طول او الخلاط، وهنزل فيه بكمية العدس اللي عندي. الرابط بقى معايا هنا في الليلة دي كلها قشور السليم او الاسباجول. طبعا عملت لكم حلقة قبل كده عن الاسباجول واللي هو بالون المعدة، حلقة مهمة جدا 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 ومحققة مشاهدات كويسة قوي، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ده الاسباجول انا جايباه يعني الشهر اللي فات، في اخر الشهر اللي فات، بحوالي 680 جنيه الكيلو، جايبه حوالي 50 جرام ب 34 جنيه. اعتقد كده كويس جدا، ما بنجيبش كميات كبيرة عشان برضو الدنيا غلى. وده شكل قشور السليم اللي احنا عارفينه، او الناس اللي مش عارفة شكله اهو. هاخد منها حوالي 3 معالق، والمعلقة الواحدة حوالي 10 جرام، وال10 جرام او المعلقة الواحدة ال10 جرام فيها حوالي 10 سعرة. هنزل عليها بمعلقة كبيرة حوالي 10 برضو جرام من زيت الزيتون، وهنزل عليها بنص كوب من المية، وطبعا الملح حسب الرغبة، ومعلقة حلوة كده من الكمون عشان العدس، وخلاص هنضرب كويس جدا جدا. ناقص بس حاجات بسيطة تانية دي بنعملها اخر حاجة. اهم حاجة ان احنا نضرب الخليط كويس جدا جدا، ونشيل من على الاجناب اي حاجة، ننزلها بالشكل ده كده. وبعدين هجيب نص ليمونة، الخطوة دي مهمة جدا، تخلوها اخر خطوة، نص ليمونة انزل بيها او عصير ليمون يعني على الخليط. وبعدين هجيب نص معلقة من البيكنج سودا او البيكربونات او يعني الكربوناتو، مش بيكنج باودر، لا بيكنج سودا، هنزل بيها كده. ده التفاعل اللي انا عاوزاه مع الليمون، وهنزل بمعلقة كبيرة من الخل. التفاعل ده مهم جدا، هو اللي بيساعد ان الخبز يرتفع معايا ويبقى مجوف من جوه. هضرب كويس قوي، لو لقيت الخليط مش ماشي معايا كويس في الخلاط هنزل بمعلقتين كمان من المية. بصوا مشي معايا بقى زي الفل ازاي. خلاص كده الخبز او العجينة نفسها اتعجنت وبقت جاهزة معايا، ما لمسناش العجينة ولا عجننا بقى ولا خمرنا ولا اي حاجة خالص. الموضوع سهل جدا جدا جدا. ده الشكل الخليط اللي انا عاوزاه، هاخد احطه في بوله. بصوا متماسك ازاي، سبحان الله يا رب. الاسباجول او القشور السليم او النبات الحمل عشان الناس مش عارفه اساميه، كل دي الاسامي اللي اعرفها، خليته متماسك بالطريقه الجميله دي. هجيب بقى صينيه واحط عليها ورق زبده او ادهنها، مفيش مشكله، وهنزل بيه خليط من السيدز او الحبوب الكامله، مثلا سمسم، بذور يقطين، عباد الشمس او تباع الشمس، حبه البركه اللي موجوده عندكم. على فكره الحبوب دي مطلوب جدا ان احنا نحطها في الوصفه عشان كمان تساعدنا ان احنا ما نحسش بطعم العدس، فاهمين قصدي؟ وهحطها بالمنظر ده، مش يعني هوريكم الموضوع التشكيل سهل ازاي. هجيب بقى الحوار كله كده معايا وابل ايدي بشويه من الميه. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده، لازم ابل ايدي من وقت للتاني بالميه عشان خاطر العجينه دي بتلزق شويه. وابتدي بقى ان انا اكورها على شكل الكايزر او الفينو على حسب ما انتوا عاوزين. انا عاملها عباره عن يعني كام كزرايه كده صغنونه، هتبقى لذيذه قوي. واكورها على قد ما اقدر بالشكل ده، وبعدين احطها في خليط من البذور اللي احنا عاملينه ده. بصوا يعني طلع شكلها عشوائي شويه شبه القلب، اللي انا بحبكم جدا، بس طبعا تقدروا تعملوها احسن مني مليون مره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اوكي هبتدي بقى ان انا ارصها كده في الصاج.
طبعا اكون في التوقيت ده بسخن الفرن على اعلى درجة عندي، وهقول لكم بقى الدرجة المطلوبة معايا لما اجي احط الخبز في الفرن. هعمل لكم واحدة كمان بالشكل ده، مش قادر اوصف لكم الاسباجول قد ايه مفيد جدا جدا وبيساعد على الشبع، وحلقة كاملة متكاملة بتتكلم عن فوائد بتاعته وقد ايه ازاي نعمله، مشبع جدا وفعلا بيساعدنا ان احنا نخس جامد جدا جدا جدا. اهو بالشكل ده بقى، وابتدي ان انا ارصها جنب اختها بالشكل ده. لازم يكون في مسافة بين كل واحدة وواحدة. طيب انا بقى عايزة اعمل شكل اللي هو رغيف الفينو او الخبز الصمون زي ما بيقولوا، برضو همسك كده واحاول انا اعملها شكل اسطواني، وخلاص عملت الشكل معايا وخلاص وخلصنا. دي كل الكمية اللي طلعت معايا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاخدها في الفرن احطها على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة بالظبط، ما نزودش ولا ننقص عن كده. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله لا قوة الا بالله، انتفخت وبقت زي القمر. هسيبها بس تهدى خالص، لازم الخبز يبرد خالص خالص وبعدين اقدمه. هنقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة في منتهى الجمال. الطعم يا جماعة مش قادر اوصف لكم، الملمس من بره كرانشي كده ومن جوه طري طراوة. انا ما شفتش خبز في حياتي صحي طري كده وفلافي كده من بره ومن جوه مستوي ولذيذ، ما شفتش بصراحة. يعني حاجة كده لذيذة قوي، وبجد بجد هتعشقوا طعمه. وقد ايه سهل الموضوع، مش بيك ديل خالص، يعني كوباية ونص عدس. يعني العدس موجود في كل بيت دلوقتي. على كم معلقة كده من قشور السليم، اعتقد الحسبة تستاهل اكتر من كده بالنسبة لصحتنا. وكمان يا جماعة شوفوا خبز ده زي ده برة ممكن يتباع بكام، يعني هيبقى غالي جدا عشان هو طبعا هلسي، وفي ناس بتستغل الموقف ده وبتعمل حاجات دي بارقام فلكية. يعني ده هيساعدنا قوي قوي ان احنا نخس ونحافظ على صحتنا وصحة ولادنا كمان. طبعا المدارس قربت بقى علينا وعايزين نعمل لولادنا حاجات صحية، صدقوني الخبز ده هيشبعهم وفي نفس الوقت هيحافظ على صحتهم جدا جدا جدا. بصوا كده معايا رغيف الفينو عامل ازاي طري طراوة يا جماعة، وريحته تجنن والله، ما طعم العدس باين نهائي خالص. هبتدي بقى ان انا اقطعها كده نصين ونشوف بقى شكل الخبز من جوه عامل ازاي. حاجة اخر لذيذة واخر طعامة، ما عنديش كلام اوصف بيه المنظر القمر ده. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يجنن. ولا حطينا بقى بيض ولا حطينا خميرة ولا عجلنا بايدينا ولا حطينا حليب ولا اي حاجة، خبز صحي مليون في المية ونباتي جدا جدا للناس اللي هم مش بيحبوا البيض والحليب والحاجات دي. وارده هوريكم شكل الخبز المتول ده من جوه عامل ازاي. على فكرة عملت معاكم قبل كده مخبوزات كتير بالعدس، من بيتزا لخبز لحاجة كتير قوي. هسيب لكم ان شاء الله قائمة تشغيل في صندوق الوصف بكل انواع الخبز العدس والخبز العادي برضو في صندوق الوصف، وتستمتعوا بيها ان شاء الله. بصوا شكل كده من جوه اخر لذيذة. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل ساندوتش طبعا عشان نشوف جماله هيبقى عامل ازاي. عندي كده شوية من جبنة القريش بالخيار والبقدونس والطماطم والجزر، حاجة كده لذيذة قوي. وابتدي ان انا اعمل ساندوتش كده لذيذ واستمتع بيه. والله والله ما هو وصفت لكم الساندوتش ده، شبعني فوق ما تتخيلوا. عشان بقاش كدابه شربت جنبه كمان كوبايتين ميه، حسيت بشبع رهيب. لازم ما تاخدوا الخبز ده تشربوا ميه كتير جدا وراه عشان تستمتعوا وفي نفس الوقت تحسوا بالشبع لفتره طويله. طب يا رضوى دلوقتي هل انا ينفع ان انا احتفظ بيه الفريزر؟ طبعا انا زي ما بقول لكم اهو دلوقتي اقدر اخد الكميه اللي انا عاوزاها والباقي احطه في الفريزر، يقدر يقعد بره الثلاجه لمده يومين ما يجرالوش حاجه. لو خايفين عليه حطه في الفريزر، يا دوبك تطلعوه ويفك وهي كان لسه مطلعينه بالفرن حالا. يا رب يكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. بحبكم جدا، سلام.